خلال شهر رمضان الفضيل أصناف وأطباق بتغيب عن موائدنا طوال السنة وبترجع لتتصدرها خلال الشهر الفضيل، وأهمها الحلويات الدمشقية. وبقلب سوق الجزماتية بالميدان لهالأصناف حكاية تانية وطقوس خاصة تقدر تعيشها خلال الشهر الفضيل. ومنبدأ من الناعم يلي بغيب ليرجع ويكون موجود وبقوة على موائدنا مع دبس العنب أو التمر. صار طقس تقدر تعيشه مع الباعة الجوالة يلي رجعوا ليكونوا جزء من مدينة دمشق. وبين الجوز ورقائق العجين القطايف هي وجبة إلها نكهة خاصة على الموائد الرمضانية، وهي من الأصناف يلي كتير من السوريين بفضل وجودها خلال هالشهر. بقلب الميدان يلي عم تعيش طقوس رمضان مكفايين، والختام مع التمر هندي والعرق سوس، المشروبات يلي بتروي العطشان وبتمنح الطاقة لنقدر نستحمل العطش خلال فترة الصوم، وهي أيضا من المشروبات يلي بالطرق التقليدية لصناعتها ترجع لتكون حاضرة وبقوة. وبيبقى نقول رمضان كريم، يا رب يحمل كل الخير لألكم.